فعلى من تجب صلاة الجمعة؟ قال العلماء: تجب صلاة الجمعة على المسلم الحر البالغ المقيم القادر على السعي إليها الخالي من الأعذار المبيحة للتخلف عنها، والله أعلم. وما فضل قراءة سورة الكهف وسورة ياسين في يوم الجمعة؟ الأحاديث المروية عن قراءة سورة الكهف بعضها ورد بفضلها مطلقا بصرف النظر عن كونها يوم الجمعة أو في غيره، كحديث أبي سعيد الخدري مرفوعا: من قرأ الكهف كما أنزلت كانت له نورا يوم القيامة من مقامه إلى مكة، رواه الحاكم وصححه. وبعضها ورد بفضلها يوم الجمعة، في حديث أبي سعيد أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قرأ سورة الكهف يوم الجمعة أضاء له من النور ما بين الجمعتين، رواه النسائي والبيهقي مرفوعا، ورواه الحاكم مرفوعا وموقوفا أيضا، وقال صحيح الإسناد. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قرأ سورة الكهف في يوم الجمعة شفع له نور من تحت قدميه إلى عنان السماء يضيء له يوم القيامة، وغفر له ما بين الجمعتين، رواه أبو بكر ابن مردوية في تفسيره بإسناد لا بأس به. ومن مجموع هذه الروايات نرى أن الثواب على سورة الكهف سيكون نورا، وهذا النور يوم القيامة، وطوله يقدر بالمسافة التي بين قدمي القارئ ومكة لمن قرأها في أي يوم. أما من قرأها يوم الجمعة فيقدر بالمسافة التي بين قدميه وعنان السماء، أي أن التقدير إما بالامتداد الأفقي وإما بالامتداد العمودي، وقد يكون المراد عدم التحديد، بل المراد هو الإشارة إلى طول المسافة التي يغمرها النور، الذي ربما يكون هو المشار إليه بقوله تعالى: يوم ترى المؤمنين والمؤمنات يسعى نورهم بين أيديهم وبأيمانهم. والثواب الثاني لقارئ الكهف يوم الجمعة هو مغفرة الذنوب التي وقعت بين الجمعتين، وهي الصغائر، ولعل هذا هو المراد بإضاءة النور ما بين الجمعتين، فنور الطاعة يمحو ظلام المعصية، إن الحسنات يذهبن السيئات. وقراءة الكهف مشروعة لكل مسلم يقرأها في المسجد أو في غيره بصوت منخفض أو مرتفع ما لم يترتب على رفع الصوت ضرر أو إضرار. أما قراءة ياسين فقد ورد في فضلها أحاديث مقبولة في أي يوم من الأيام، أما قراءتها في يوم الجمعة فلا يوجد حديث خاص بها، والله أعلم. وهل يجوز شرعا أن يجلس قارئ قبل صلاة الجمعة يقرأ القرآن ويستمع إليه الناس، أم يفضل أن يقرأ كل شخص بنفسه؟ قراءة الكهف أو غيرها من قارئ بصوت مرتفع يوم الجمعة في المسجد لم يكن أيام النبي صلى الله عليه وسلم ولا في عهد السلف الصالح، وإنما ذلك أمر حدث منذ قرون في بعض المساجد كمساجد مصر والشام، ويدل عليه وجود الدكك في المساجد الأثرية التي يجلس عليها القارئ وأمامه حامل يوضع عليه مصحف كبير، وكان يعين من قبل المسؤولين. وقد رأى بعض العلماء منع قراءتها على هذا النحو لأنها بدعة، وكل بدعة ضلالة، ولم يمنعها آخرون
فليس كل ما لم يكن في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ممنوعا، بل منه ممنوع وغير ممنوع، كما صح في البخاري أن عمر رضي الله عنه قال في صلاة التراويح خلف أبي بن كعب: نعمة البدعة هذه. وحيث لم يرد نهي عن قراءتها على هذا النحو فالأصل الجواز، لكن الجميع متفقون على أنها إذا قرأت بألحان غير مشروعة كانت القراءة محرمة، وإذا حدث بها إيذاء لمصل أو قارئ تمنع أيضا، فلا ضرر ولا ضرار في الإسلام، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم فيما أخرجه الإمام مالك في الموطأ. جاء في فتاوى النووي في المسائل المنثورة مسألة: جماعة يقرؤون القرآن في الجامع يوم الجمعة جهرا، وينتفع بسماع قراءتهم ناس ويشوشون على بعض الناس، فهل قراءتهم أفضل أم تركها؟ والجواب: إن كانت المصلحة فيها وانتفاع الناس بها أكثر من المفسدة المذكورة فالقراءة أفضل، وإن كانت المفسدة أكثر كرهت القراءة. وفي المسألة التي تليها وهي قراءة القرآن في غير الصلاة، هل الأفضل فيها الجهر أم الإسرار؟ قال: الجهر في التلاوة في غير الصلاة أفضل من الإسرار، إلا أن يترتب على الجهر مفسدة كرياء أو إعجاب أو تشويش على مصل أو مريض أو نائم أو معذور أو جماعة مشتغلين بطاعة أو مباح. فالخلاصة أن هناك رأيين في قراءة قرآن في يوم الجمعة: بعض يقول إنها ليست بدعة، وبعض يقول إنها بدعة، ورأي الإمام النووي في ذلك معقول، وهو أنه إذا كان المستفيدون من القراءة أكثر من غيرهم كانت مباحة ومشروعة ولا ضرر في ذلك، والله أعلم. من الأعمال المستحبة في يوم الجمعة غسل الجمعة، فهل من الحديث ما يقال: من بكر وابتكر وغسل واغتسل ومشى ولم يركب ودنا من الإمام ولم يتكلم فله بكل خطوة يخطوها درجة وأجر سنة كاملة قيامها وقيامها؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: من غسل يوم الجمعة واغتسل وبكر وابتكر ومشى ولم يركب ودنا من الإمام فاستمع ولم يلغ كان له بكل خطوة عمل سنة أجر صيامها وقيامها. رواه أحمد وأبو داود والترمذي عن أوس بن أوس الثقفي، وقال: حديث حسن. ورواه النسائي وابن ماجه وابن خزيمة وابن حبان في صحيحيهما والحاكم وصححه. قال الخطابي: قوله عليه الصلاة والسلام غسل واغتسل وبكر وابتكر اختلف الناس في معناه، فمنهم من ذهب إلى أنه من الكلام المتظاهر الذي يراد به التوكيد، ولم تقع المخالفة بين المعنيين لاختلاف اللفظين، وقال: ألا تراه يقول في هذا الحديث ومشى ولم يركب، ومعناهما واحد. ولهذا ذهب الأثرم صاحب أحمد ابن حنبل، وقال بعضهم: قوله غسل معناه غسل الرأس خاصة، وذلك لأن العرب لهم لمم وشعور، واللمم جمع لمة، وهي الشعر الذي يجاوز شحمة الأذن، وفي غسلها مؤونة، فأراد غسل الرأس من أجل ذلك، وإلى هذا ذهب مكحول. وقوله واغتسل
معناه غسل سائر الجسد. وزعم بعضهم أن قوله غسل معناه أصاب أهله بالجماع قبل خروجه إلى جمعة ليكون أملك لنفسه وأحفظ في طريقه لبصره. وقوله وبكر وابسكر زعم بعضهم أن معنى بكر أدرك باكورة الخطبة وهي أولها، ومعنى ابتكر قدم في الوقت. وقال ابن الأنباري معنى بكر تصدق قبل خروجه، وتأول في ذلك ما روي في الحديث من قوله صلى الله عليه وسلم باكروا بالصدقة فإن البلاء لا يتخطاها، والله أعلم. فضيلة الشيخ عطية صفر، نود أن نعرف الوقت الذي تصلى فيه صلاة الجمعة. ذهب جمهور الصحابة والتابعين إلى أن وقت الجمعة هو وقت الظهر، فقد روى البخاري وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي الجمعة إذا مالت الشمس، وجمهور الفقهاء على ذلك. أما أحمد بن حنبل فيرى أن وقت الجمعة مثل وقت صلاة العيد، أي بعد طلوع الشمس بنحو ثلث ساعة إلى آخر وقت الظهر. ودليله حديث رواه مسلم وغيره، كان الرسول صلى الله عليه وسلم يصلي الجمعة ثم نذهب إلى جمالنا فنريحها حين تزول الشمس، وهذا تصريح بأنهم صلوها قبل زوال الشمس. ومن الأدلة أيضا على مذهب أحمد ما رواه الدارقطني وأحمد في رواية أن أبا بكر كان يخطب ويصلي قبل نصف النهار، وكذلك عمر وعثمان، ولم ينكر عليهم أحد فكان إجماعا. لكن الجمهور قال إن هذه المرويات محمولة على المبالغة في تعجيل الصلاة بعد الزوال من غير انتظار لسكون شدة الحر. وما روي عن الخلفاء من الصلاة قبل الزوال ضعيف لا يعارض ما هو أقوى، وهو أن الوقت هو من زوال الشمس لا قبله، وزوال الشمس معناه ميلها عن وسط السماء واتجاهها إلى الغرب في الظاهر، وهو وقت الظهر، والله أعلم. فضيلة الشيخ عطية صقر، يرى بعض الناس أن صلاة ركعتين بعد أذان الجمعة بدعة، فهل هذا صحيح؟ صلاة النافلة المطلقة قبل صلاة الجمعة متفق على مشروعيتها لحديث البخاري ومسلم وغيرهما. أما صلاة ركعتين سنة قبلية للجمعة فالخلاف فيها قديم. قال بمشروعيتها أبو حنيفة وأصحاب الشافعي في أظهر الوجهين عندهم، والحنابلة في غير المشهور، ولم يقل بمشروعيتها مالك والحنابلة في المشهور عنهم. وأنبه إلى أن الأمر الخلافي لا يجوز التعصب فيه، وإذا كان كل من الرأيين استدل بأدلة فإن القاعدة تقول الدليل إذا تطرق إليه الاحتمال سقط به الاستدلال، وبخاصة في الواجب والمحرم. ومن حجة القائلين بمشروعية سنة الجمعة القبلية حديث ابن حبان وصححه: ما من صلاة مفروضة إلا وبين يديها ركعتان. وحديث البخاري ومسلم: بين كل أذانين صلاة، بين كل أذانين صلاة، بين كل أذانين صلاة لمن يشاء. والمراد بالأذانين الأذان والإقامة، والصلاة بينهما لمن يشاء هي تطوع من رواتب الصلاة المفروضة التي يؤذن ويقام لها.
وهناك حديث فيه كلام رواه الطبراني أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي قبل الجمعة ركعتين وبعدها ركعتين. ومن الأدلة فعل ابن مسعود وابن عمر بسند صحيح، وأيضا الجمعة بدل الظهر في هذا اليوم، فهي مثلها في أن لها سنة، وهذا ما يدل عليه صنيع البخاري في كتابه. أما الذين يقولون بعدم مشروعية السنة القبلية للجمعة فحجتهم ما رواه البخاري وغيره أن النداء يوم الجمعة كان أوله إذا جلس الإمام على المنبر على عهد الرسول وأبي بكر وعمر، فلما جاء عثمان وكثر الناس زاد النداء الثالث على الزوراء، وسمي ثالثا لأن الإقامة تسمى أذانا كما في الحديث بين كل أذانين صلاة. وهذا الحديث وإن كان قويا إلا أنه ليس قطعي الثبوت، كما أنه ليس قطعي الدلالة على أن سنة الجمعة القبلية غير مشروعة، وبخاصة إذا علمنا أن الجمعة كانت تؤخر أحيانا عن أول وقتها وهو الزوال، وهو ممتد إلى وقت دخول العصر، فالفرصة سانحة للناس أن يصلوا بعد الزوال وقبل خروج الإمام للخطبة. وعلى العموم فأدلة الطرفين ليست قطعية، ولكل مجتهد أن يرى ما أداه إليه اجتهاده من غير نكير على الآراء الأخرى. ويعجبني في هذا قول ابن تيمية في فتاويه: إن صلاة ركعتين قبل الجمعة جائزة وحسنة وإن لم تكن راتبة. ثم قال: فمن فعل ذلك لم ينكر عليه، ومن ترك ذلك لم ينكر عليه، وهذا أعدل الأقوال، وكلام الإمام أحمد يدل عليه، والله أعلم. فضيلة الشيخ عطية صقر، في بعض المساجد إذا أذن المؤذن بين يدي الخطيب خطيب الجمعة نصح الناس بالإنصات والخشوع وتلا حديثا في ذلك، فهل هذا بدعة حسنة أم سيئة؟ لم يثبت أن ذلك كان أيام النبي صلى الله عليه وسلم أو في عهد التشريع، ويدخل في باب النصيحة، وذلك قبل أن يشرع الخطيب في الخطبة، ولا أجد نصا ينهى عن ذلك. فالإنصات المطلوب هو أثناء إلقاء الخطبة عند الجمهور. جاء في كتاب الفقه على المذاهب الأربعة أن أبا حنيفة قال: إن الترقية مكروهة كراهة تحريم، لأن الكلام ممنوع بعد خروج الإمام من خلوته إلى أن ينتهي من الصلاة حتى ولو كان ذكرا. أما صاحباه فقال: لا يكره الكلام إلا حال الخطبة، وعليه فالترقية جائزة عندهما. والشافعية قالوا: إن الترقية بدعة حسنة، لأنها لا تخلو من حث على الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، ومن تحذير من الكلام أثناء الخطبة. والمالكية قالوا: إنها بدعة مكروهة لا يجوز فعلها إلا إذا شرطها الواقف في وقفه فتجوز. والحنابلة قالوا: لا بأس بالكلام مطلقا قبل الخطبتين، وعليه فالترقية جائزة. والخلاصة أن الترقية جائزة عند صاحبي أبي حنيفة وعند الشافعي وأحمد، ومكروهة عند المالكية إذا لم يشترطها الواقف، فالجمهور على الجواز. وابن الحاج تعجب من مالك حيث يعمل بعمل أهل المدينة مع أنهم كانوا يقلدون فيها أهل الشام،
تعجب كيف ينكرها هو وهم يجيزونها. وبعض المجتهدين المحدثين حمل حملة عنيفة على من يقولون بجوازها مع أنها بدعة، كل بدعة في الدين ضلالة، ولا عبرة بمن يقول إن البدعة قد تكون حسنة، يقولون هذا. ولكن لما هذا التعصب؟ وجمهور الأئمة قال بالجواز وليس فيها ضرر، والله أعلم. وهل خطبة الجمعة شرط أساس في صحتها؟ قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. وقال بعد ذلك: وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوك قائمة. يؤخذ من هذا أن من مقاصد تشريع صلاة الجمعة الاستماع إلى ذكر الله بالخطبة التي تلقى، أو ذكر الله بالصلاة نفسها، ففيها ذكر كثير. وذم الله جماعة تركوا الرسول قائما يخطب وانصرفوا عنه إلى التجارة واللهو، وكانت الخطبة بعد الصلاة ثم جعلت قبلها حتى يحبس الناس لسماعها. وكل اجتماع سابق قبل الإسلام عند العرب في المواسم والأسواق كان لا يخلو غالبا من خطابة نثرية أو شعرية، فهو فرصة لعرض الآراء وطرح المشكلات واقتراح الحلول. وكعب بن لؤي أحد أجداد النبي صلى الله عليه وسلم كان يخطب في قريش يوم العروبة وهو يوم الجمعة، ويذكرهم بمبعث الرسول. ولأهمية خطبة الجمعة حرص عليها النبي صلى الله عليه وسلم، لأنها وسيلة من وسائل التبليغ الجماعي. وقال جمهور العلماء بأنها واجبة، لا تصح صلاة الجمعة بدونها، بناء على الأمر بالسعي إلى ذكر الله إذا نودي لصلاة الجمعة، وعلى مواظبة النبي صلى الله عليه وسلم عليها، ولقوله: صلوا كما رأيتموني أصلي، رواه البخاري. لكن قال الحسن البصري وداود الظاهري وبعض علماء المالكية قالوا إنها سنة لا واجبة، أي تصح صلاة الجمعة بدون الخطبة، لأن أدلة الوجوب ليست قاطعة الدلالة عليه، فلا تفيد أكثر من الندب. ومهما يكن من شيء فلا ينبغي تركها، وهي في بعض المذاهب يسيرة جدا، فالحنفية اكتفوا فيها بمجرد ذكر الله، كقول الخطيب: الحمد لله، قاصدا بذلك الخطبة. والمالكية قالوا: يكفي اشتمالها على موعظة من ترغيب وترهيب، مثل: اتقوا الله حتى يرضى عنكم، ولا تعصوه حتى لا يعذبكم. ولا داعي إلى التمسك بمذهب الشافعي الذي يحتم أن تكون مشتملة على خمسة أمور، وهي: حمد الله، والصلاة والسلام على رسول الله، والأمر بالتقوى في كل من الخطبتين، وقراءة آية في إحداهما والأولى أولى، والدعاء للمؤمنين والمؤمنات في الثانية، ودين الله يسر. ومن شروط صحتها أن تؤدى من وقوف، وأن يكون بين الختين جلوس عند بعض الأئمة، والله أعلم. وهل يشترط أن يكون خطيب الجمعة هو الذي يؤم الناس في صلاة الجمعة، أم يجوز أن يؤمهم غيره؟ جمهور العلماء على أنه لا مانع أن يكون الخطيب غير الإمام، حيث لا يوجد نص يمنع ذلك، ولا يجوز عند المالكية كما في كتاب الفقه على المذاهب الأربعة، والله أعلم. وإذا أطال أحد الخطباء يوم الجمعة فصفق أحد المصلين لينبهه إلى أنه أطال الخطبة، فما حكم الدين في ذلك؟
مبدأ الاعتراض على الخطيب بأي وجه من الوجوه ليس ممنوعا، ولكن ينبغي أن يكون بأسلوب حكيم. وقد ثبت أن امرأة اعترضت على عمر رضي الله عنه في خطبته وهو ينهى عن المغالاة في المهور، وأن رجلا قال له: والله لا سمعنا قولك ولا أطعنا أمرك، عندما قال لهم: اسمعوا قولي وأطيعوا أمري، إلى غير ذلك من الحوادث. ومن هنا لا نجد مانعا من تصحيح خطأ أو وضع وقع فيه الخطيب، سواء أكان ذلك بالكلام أو التصفيق أو غيرهما، بشرط ألا يترتب عليه لغط أو تشويش يتنافى مع جلال الموقف. فإن استجاب الخطيب فبها، وإلا فلا يجوز الإلحاح في التنبيه، فقد يكون لذلك رد فعل سيء بأي وجه يكون. ونوصي الخطيب بتقصير الخطبة كما هو هدي النبي صلى الله عليه وسلم، ففي صحيح مسلم حديث يقول: إن طول صلاة الرجل وقصر خطبته مئنة من فقهه، فأطيل الصلاة وأكثر الخطبة. وليس للتطويل ولا للتقصير حد معين، فهما يرجعان إلى أهمية الموضوع وإلى الظروف الأخرى كالحر والبرد والمطر والسفر وغيرهما، مع العلم بأن في المستمعين ذوي أعذار فالتقصير أفضل، وإذا كان للموضوع توضيح فليكن بعد الصلاة لمن أراد أن يستزيد من المعرفة. والله أعلم. فضيلة الشيخ عطية صقر، ذات مرة رأيت خطيب الجمعة خطب خطبة واحدة ولم يجلس على المنبر كما يجلس الخطباء، فهل هذه الخطبة صحيحة؟ من المعروف أن خطبة الجمعة خطبة واحدة ولها ركن واحد عند أبي حنيفة، وهو مطلق الذكر قليلا كان أو كثيرا، وكذلك عند مالك لها ركن واحد وهو نصيحة تشتمل على تحذير أو تبشير. أما عند الشافعي فخطبتان ولهما أركان خمسة معروفة. الجلوس بين الخطبتين جاء فيه عن النبي صلى الله عليه وسلم كما رواه مسلم عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب يوم الجمعة قائما ثم يجلس ثم يقوم. وعن جابر قال: كانت للنبي صلى الله عليه وسلم خطبتان يجلس بينهما يقرأ القرآن ويذكر الناس. وقال أيضا: كان يخطب قائما ثم يجلس ثم يقوم فيخطب قائما. فمن نبأك أنه كان يخطب جالسا فقد كذب. يقول النووي في شرحه لصحيح مسلم في هذه الرواية دليل لمذهب الشافعي والأكثرين أن خطبة الجمعة لا تصح من القادر على القيام إلا قائما في الخطبتين، ولا تصح حتى يجلس بينهما، وأن الجمعة لا تصح إلا بخطبتين. قال القاضي عياض: ذهب عامة العلماء إلى اشتراط الخطبتين لصحة الجمعة. وعن الحسن البصري وأهل الظاهر ورواية الماجشون عن مالك أنها تصح بلا خطبة. وحكى ابن عبد البر إجماع العلماء على أن الخطبة لا تكون إلا قائما لمن أطاقه. وقال أبو حنيفة: يصح قاعدا وليس القيام بواجب. وقال مالك: هو واجب لو تركه أساء وصحت الجمعة. وقال أبو حنيفة ومالك والجمهور: الجلوس بين الخطبتين سنة ليس بواجب ولا شرط. ومذهب الشافعي أنه فرض وشرط لصحة الخطبة. قال الطحاوي:
لم يقل هذا غير الشافعي، ودليل الشافعي أنه ثبت هذا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم مع قوله صلوا كما رأيتموني أصلي. ثم ذكر النووي ما تتحقق به الخطبة على النحو الذي جاء من قبل، واختلاف الفقهاء رحمة في هذا الموضوع وغيره، والله أعلم. فضيلة الشيخ عطية صقر، وهل يجوز للخطيب أن ينزل عن المنبر وهو يخطب الجمعة؟ وإذا جاز له ذلك فما السبب الذي يدفعه إلى ذلك؟ لا مانع من نزول الخطيب من فوق المنبر لأي حادث مهم ثم يعود إلى مكانه. وقد روى الخمسة وهم أحمد وأصحاب السنن الأربعة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخطب فجاء الحسن والحسين عليهما قميصان أحمران يمشيان ويعثران، فنزل رسول الله صلى الله عليه وسلم من المنبر فحملهما ووضعهما بين يديه ثم قال صدق الله ورسوله، إنما أموالكم وأولادكم فتنة. نظرت هذين الصبيين يمشيان ويعثران فلم أصبر حتى قطعت حديثي ورفعتهما. وروى مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخطب ولما علم بأن رجلا غريبا يريد أن يسأل عن دينه ترك الرسول الخطبة وجلس على كرسي من خشب وجعل يعلم الرجل ما يريد، ثم أتى الخطبة فأتم آخرها، والله أعلم. وهل يجوز للخطيب مثلا أن يطلب كوب ماء إذا شعر بالتعب فوق المنبر أو أن يأكل شيئا؟ لا مانع من طلب الخطيب ماء ليشربه أو دواء ليتناوله، وقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم نزل من فوق المنبر وأخذ الحسن الذي كان يتعثر في قميصه وأجلسه إلى جواره وهو يخطب، فالخطبة لا تبطل بشيء من ذلك، لا بالأكل ولا بالشرب ولا بالكلام العادي ولا بالحركة مطلقا، والأولى أن يكون ذلك عند الحاجة وفي أضيق الحدود، وللعرف دخل كبير في هذا الموضوع، والله أعلم. فإذا دخل رجل من المسجد والإمام يخطب الجمعة فهل يجوز له أن يصلي تحية المسجد مع أن الاستماع للخطبة واجب؟ روى مسلم أن سليكا الغطفاني جاء يوم الجمعة ورسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب فجلس، فقال له يا سليك قم فاركع ركعتين وتجوز فيهما، ثم قال إذا جاء أحدكم يوم الجمعة والإمام يخطب فليركع ركعتين وليتجوز فيهما. وفيه عدة روايات. يقول النووي في شرح صحيح مسلم هذه الأحاديث كلها صريحة في الدلالة لمذهب الشافعي وأحمد وإسحاق وفقهاء المحدثين أو المحدثين أنه إذا دخل الجامعة يوم الجمعة والإمام يخطب استحب له أن يصلي ركعتين تحية للمسجد، ويكره الجلوس قبل أن يصليهما، وأنه يستحب أن يتجوز فيهما ليسمع بعدها الخطبة. وحكي هذا المذهب أيضا عن الحسن البصري وغيره من المتقدمين. قال القاضي عياض وقال مالك والليل وأبو حنيفة والثوري وجمهور السلف من الصحابة والتابعين لا يصليهما، وهو مروي عن عمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم، وحجتهم الأمر بالإنصات للإمام. وتأولوا هذه الأحاديث على أنها أو على أنه يعني سليكا كان عريانا فأمره النبي صلى الله عليه وسلم بالقيام ليراه الناس وتصدقوا عليه. يقول النووي هذا تأويل باطل
يرده صريح قوله صلى الله عليه وسلم: إذا جاء أحدكم يوم الجمعة والإمام يخطب فليركع ركعتين وليتجوز فيهما، وهذا نص لا يتطرق إليه تأويل، أي لأنه عام لا يخص سليكا وحده، ولا أظن عالما يبلغه هذا اللفظ صحيحا فيخالفه. ثم قال النووي: وفي هذه الأحاديث أيضا جواز الكلام في الخطبة لحاجة، وفيها جوازه للخطيب وغيره، وفيها الأمر بالمعروف والإرشاد إلى المصالح في كل حال وموطن، وفيها أن تحية المسجد ركعتان، وأن نوافل النهار ركعتان، وأن تحية المسجد لا تفوت بالجلوس في حق الجاهل بحكمها، وقد أطلق أصحابنا أي الشافعية فواتها بالجلوس، وهو محمول على العالم بأنها سنة، أما الجاهل فيتداركها عن قرب، ودليله هذا الحديث. والمستنبط من هذه الأحاديث أن تحية المسجد لا تترك في أوقات النهي عن الصلاة، وأنها ذات سبب تباح في كل وقت، ويلحق بها كل ذوات الأسباب كقضاء الفائتة ونحوها، لأنها لو سقطت في حال لكان هذا الحال أولى بها، فإنه مأمور باستماع الخطبة، فلما ترك لها استماع الخطبة وقطع النبي صلى الله عليه وسلم لها الخطبة وأمر بها بعد أن قعد وكان هذا الجالس جاهلا حكمها، دل على تأكدها وأنها لا تترك بحال ولا في وقت من الأوقات. وبعد، فقد تحدث العلماء قديما وحديثا في هذا الموضوع، وقد علمنا مما تقدم أنه من الأمور الخلافية، فلا ينبغي التعصب لرأي خلافي، فمن صلى تحية المسجد قبل أن يجلس والإمام يخطب لم يرتكب إثما، وكذلك من دخل وجلس ولم يصلي التحية لم يرتكب إثما، ومن جلس ولم يصلي ثم قام يصلي أثناء الخطبة وكان جاهلا بذلك فيوجه برفق لا سوسرة فيه، والله أعلم. أحيانا نرى في بعض البلدان أن خطيب الجمعة يمسك بيده سيفا، فهل لذلك أصل في الدين؟ جاء في زاد المعاد لابن القيم أن النبي صلى الله عليه وسلم في خطبة الجمعة لم يكن يأخذ بيده سيفا ولا غيره، وإنما كان يعتمد على قوس وعصا قبل أن يتخذ المنبر، وكان في الحرب يعتمد على قوس، وفي الجمعة يعتمد على عصا، ولم يحفظ عنه أنه اعتمد على سيف، وما يظنه بعض الجهال أنه كان يعتمد على السيف دائما، وأن ذلك إشارة إلى أن الدين قام بالسيف، فمن فرط جهله فإنه لا يحفظ عنه بعد اتخاذ المنبر أنه كان يرقاه بسيف ولا قوس ولا غيره، ولا قبل اتخاذه أنه أخذ بيده سيفا البتة، وإنما كان يعتمد على عصا أو قوس. وجاء في شرح الزرقاني على المواهب اللدنية أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخطب متوكئا على قوس تارة أو عصا تارة أخرى. وفي سنن أبي داود كان إذا قام يخطب أخذ عصا فتوكأ عليها وهو على المنبر. وفي سنن ابن ماجه والبيهقي كان إذا خطب في الحرب خطب على قوس، وإذا خطب في الجمعة خطب على عصا، وأشار إلى ما ذكره ابن القيم من رفض التعليل بأن الإسلام قام بالسيف. وجاء في مصادر أخرى أن بعض العلماء قال إن الخطيب يتقلد السيف ولا يمسكه
كما عليه خطباء زماننا. وبعض العلماء قال إنه يمسكه بيساره، أي يتقلده ويمسكه بيساره عند الحنفية. وعند الأئمة الثلاثة السنة الاعتماد وقت الخطبة على سيف أو عصا أو قوس أو نحو ذلك، ولا يتعين السيف عندهم. هذه صورة من آراء العلماء. وفي إمساك الخطيب بسيف أو عصا أو اعتماده على أي شيء، وذلك كله لمعاونة الخطيب وشد أزره، وذلك بأي شيء يحقق ذلك ولو بالإمساك بحرف المنبر، وربما لا يحتاج إلى الاعتماد على أي شيء، والأمر أيسر وأهون من أن نختلف فيه أو نتعصب له. والمهم أن ننفي فكرة أن الإسلام انتشر بالسيف. وإذا كان لحمل السلاح أهميته في الدعوة في الأيام الأولى، فإن الدعوة الآن تحتاج إلى أسلحة مناسبة للعصر، ومنها سلاح العلم وتطبيقه في كل المجالات على أساس من العقيدة الصحيحة والخلق الكريم. والله أعلم. سائل يقول: ذهبت موترا لصلاة الجمعة وجلست متكئا على أحد أعمدة المسجد، فأخذني النوم فلم أسمع من الخطبة شيئا، فهل تصح صلاتي أم تبطل؟ قال الله تعالى: وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. تأمرنا الآية بالاستماع والإنصات لخطبة الجمعة لأن القرآن يتلى فيها. ووجوب الإنصات قال به جمهور العلماء، وجعله بعضهم سنة من آكد السنن. ومن هنا قالوا إن الغفلة أو النوم وقت الخطبة منهي عنه. يقول ابن سيرين وهو من كبار التابعين: كانوا يكرهون النوم والإمام يخطب، ويقولون فيه قولا شديدا. يقولون: مثلهم كمثل سرية أخفقوا، يعني كمن رجعوا من الغزو بدون فائدة من قتال أو غنيمة. وروي في الحرص على اليقظة عند الخطبة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا نعس أحدكم فليتحول إلى مقعد صاحبه، وليتحول صاحبه إلى مقعده. ويؤخذ من هذا أن الذي ينبه جاره في المسجد بغير كلام إذا غفل عن سماع الخطبة لا حرج عليه في ذلك، لأنه لم ينصرف عن سماع الخطبة ولم يشوش على أحد، بخلاف من يقول لغيره أنصت، فإن في الكلام تشويشا، وربما أثار عنادا عند الآخر فيكثر اللغو. والله أعلم. فضيلة الشيخ عطية صقر، المسلمون في بلاد غير المسلمين لا يتكلمون اللغة العربية، فهل لصحة صلاة الجمعة أن تكون الخطبة باللغة العربية أو باللغة القومية التي يفهمها المصلون؟ وإذا كان الخطيب لا يجيد اللغة العربية، فهل يخطب بلغته القومية؟ اشتراط كون خطبة الجمعة باللغة العربية قال عنه أبو حنيفة: تجوز بغير اللغة العربية حتى لو كان قادرا عليها، سواء كان السامعون عربا أو غيرهم. أما أحمد فاشترط اللغة العربية إن كان الخطيب قادرا عليها، فإن عجز عن الإتيان بها أتى بغيرها مما يحسنه، سواء كان القوم عربا أو غيرهم. لكن الآية التي هي ركن من أركان الخطبتين لا يجوز أن ينطق بها بغير العربية، فيأتي بدلها بأي ذكر شاء باللغة العربية، فإن عجز سكت بقدر قراءة الآية. والشافعي اشترط أن تكون أركان الخطبتين باللغة العربية إن أمكن تعلمها، فإن لم يمكن خطب بغيرها، هذا إذا كان السامعون عربا. أما إن كانوا غير عرب
فإنه لا يشترط أداء الأركان بالعربية مطلقا ولو أمكنه تعلمها ما عدا الآية، فلا بد أن ينطق بها بالعربية، إلا إذا عجز فيأتي بدلها بذكر أو دعاء عربي، فإن عجز عن هذا أيضا وقف بقدر قراءة الآية ولا يترجم. أما غير أركان الخطبة فلا يشترط لها اللغة العربية، بل ذلك سنة، والإمام مالك يشترط في الخطبة أن تكون باللغة العربية ولو كان السامعون لا يعرفونها، فإن لم يوجد خطيب يخطب بالعربية سقطت عنهم الجمعة، هذا ما قاله الأئمة. وإذا كان أكثرهم حريصا على اشتراط اللغة العربية لأن فيه تشجيعا على تعلمها ونشرها وتيسيرا لفهم القرآن والحديث، فإن بعضهم والإمام مالك بلغ الذروة في الحرص حتى أسقط الجمعة عمن لا يوجد فيهم من يخطب بالعربية. وأنا أختار التوسط في هذه الآراء الاجتهادية، فأميل إلى مذهب الشافعي في تمكنه باللغة العربية في الأركان فقط، أما باقي الخطبة فتؤدى بأية لغة، ولو تعذرت العربية في الأركان خطب بغيرها للعرب، أما غيرهم فيخطب بلغتهم حتى لو أمكنته الخطبة بالعربية. وكما قررت كثيرا أن التعصب لرأي اجتهادي لا يجوز، ويختار الرأي المناسب للظروف، والله أعلم. فضيلة الشيخ عطية فقر، في قريتنا عدد من المساجد بعضها كبير وبعضها صغير، ويقام في جميعها صلاة الجمعة، فأي المساجد تصح فيها الصلاة دون غيرها؟ قال العلماء الأفضل أن تكون الصلاة في المسجد البعيد والذي يؤمه كثير من الناس، وذلك لكثرة الخطى إلى المساجد، ففي كل خطوة حسنة، كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم لمن تركوا بيوتهم البعيدة عن مسجد المدينة وأرادوا أن يسكنوا بجوار المسجد قال لهم دياركم تكتب آثاركم، ولتأكيد الروح الاجتماعية بين كثير من الحاضرين، على أنه إذا كان للمسجد القريب ميزة في إحسان خطبة الجمعة مثلا وإلقاء الدروس الدينية فإن الصلاة فيه أفضل، وذلك لكثرة الفائدة، والله أعلم. جماعة من الناس في قرية صغيرة ويوجد بها مسجد واحد، والخطيب في أحيان كثيرة يتغيب فيقعون في حيرة، فهل يصح لهم أن يستمعوا إلى الخطبة من التلفزيون أو الراديو أو الفيديو ويصلي بهم أحد المصلين بعد ذلك؟ عرفنا أن بعض الأئمة لا يشترط أن تكون للجمعة خطبة، ولكن الجمهور يقول لا بد من خطبة الجمعة لصحة الصلاة، فلا يجوز الاكتفاء بسماع خطبة الجمعة من شريط مسجل أو من الإذاعة أو التلفزيون ثم تقام الصلاة، بل لا بد من خطيب يؤدي الخطبة، وإذا تعذر من يجيدها أو من لا يخطئ في القرآن فإن الخطبة عند بعض الأئمة تحصل بمجرد صيغة فيها ذكر لله حتى بقراءة قل هو الله أحد، وبعضهم اكتفى بعبارة فيها ترغيب وترهيب، فالخلاصة أن الخطبة أمرها سهل ولا بد أن يؤديها واحد من الناس حتى تصح صلاة الجمعة، ومن أراد بعد ذلك ثقافة دينية بسماع شريط مسجل مثلا فليكن بعد الانتهاء من الصلاة أو قبل الصلاة، والله أعلم. أمام بعض المساجد توجد أكشاك للبيع ويتم البيع وقت سماع نداء الجمعة، فهل هذا البيع حرام؟ عقد الصفقات عند النداء لصلاة الجمعة
جاء فيه قول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. جاء في تفسير القرطبي لهذه الآية أن البيع عند النداء لصلاة الجمعة حرام على من كان مخاطبا بفرض الجمعة، أما من لا يجب عليه حضور الجمعة فلا ينهى عن البيع والشراء. ثم قال: وفي وقت التحريم قولان، الأول أنه من بعد الزوال إلى الفراغ من صلاة الجمعة، والثاني أنه من وقت أذان الخطبة إلى وقت الصلاة كما قاله الشافعي. ومذهب مالك أن يترك البيع إذا نودي للصلاة ويفسخ عنده ما وقع من ذلك في البيع في ذلك الوقت. ويرى ابن العربي فسخ كل العقود، فكل أمر يشغل عن الجمعة حرام شرعا مفسوخ وذلك ردعا. وقال الشافعي: إن البيع في ذلك الوقت ليس بحرام لكنه مكروه، وهو ينعقد ولا يفسخ. ثم أنهى القرطبي ذلك بقوله: قلت والصحيح فساده وفسخه، بقوله صلى الله عليه وسلم: كل عمل ليس عليه أمرنا فهو رد أي مردود. وجاء في فقه المذاهب الأربعة أن الحنفية قالوا: يحرم البيع عند الأذان الواقع بعد الزوال إلى انتهاء الصلاة. وقال المالكية: إن العقد للبيع فاسد ويفسخ. وقال الحنابلة: لا ينعقد. فالخلاصة أن عقد الصفقات بعد أذان الجمعة حرام عند الجمهور، والمال خبيث ولا ينعقد عند بعضهم، وهو مكروه عند الشافعية وينعقد. والله أعلم. رجل يقول: طبيعة عملي تجعلني كثير السفر، وفي كثير من الأحيان أسافر يوم الجمعة، فهل تجب على المسافر صلاة الجمعة؟ لقد استثنى الله من وجوب صلاة الجمعة المسافر ما دام مسافرا، حتى لو كان نازلا للاستراحة وقت إقامة الجمعة، اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم الذي كان في سفر فصلى الظهر والعصر جمع تقديم ولم يصلي الجمعة، وكذلك فعل الخلفاء وغيرهم. ويستمر سقوطها عن المسافر ما دام مسافرا ولم يقطع سفره بالعودة إلى وطنه أو الإقامة 4 أيام فأكثر عند الشافعية والحنابلة، حيث لا يشترط عندهم الاستيطان الدائم إلا للانعقاد، وأوجبها المالكية على المستوطن المقيم بنية التأبيد كما لا تصح إلا بذلك. فلو نزل جماعة كثيرة في مكان نووا فيه الإقامة شهرا مثلا فلا تجب عليهم الجمعة ولا تصح منهم. والأحناف قالوا: الاستيطان ليس شرطا للوجوب، إنما الشرط إقامة ولو من مسافر 15 يوما. ومن هنا تحدث العلماء عن حكم السفر يوم الجمعة، وهو الخروج من البلد حتى لو كان السفر قصيرا، وبينوا حكمه إن كان قبل طلوع الفجر أو بعد طلوع الفجر. فقال الشافعية: إن كان سفره قبل الفجر فهو مكروه، وذلك لسقوط الجمعة عنه وضياعها منه دون وجود مبرر للسفر. وضربوا لذلك مثلا بالحصادين ونحوهم من العمال الذين يخرجون للعمل في الحقول والمنشآت قبل الفجر، فلا تجب عليهم الجمعة إلا إذا كانوا في مكان يسمعون فيه النداء من بلدهم. وإن كان سفره بعد الفجر فهو حرام، إلا إذا ظن أنه يدركها في طريقه
أو كان السفر واجبا كالسفر للحج الذي ضاق وقته وخاف الفوات، أو كان لضرورة كخوفه فوات رفقة يلحقه ضرر بفوتهم. المالكية قالوا: يجوز السفر قبل الفجر ويكره بعد الفجر إذا كان لا يدركها في طريقه، فإن كان يدركها في طريقه فلا كراهة. الحنابلة قالوا: يكره السفر قبل الفجر إذا لم يأتي بالجمعة في طريقه، ويحرم بعد الزوال إلا عند خوف الضرر كتخلفه عن الرفقة. وقال الحنفية: لا يكره السفر قبل الزوال. وهذا ما قاله العلماء في حكم صلاة الجمعة بالنسبة للمسافر وعن السفر في هذا اليوم، يتلخص في عدم وجوبها على المسافر الذي أنشأ السفر قبل يوم الجمعة حتى لو كان سفرا قصيرا، أما من أنشأ السفر بعد الفجر فأوجبها بعضهم ولم يوجبها البعض الآخر، وأرى الحرص عليها في السفر حتى لو كانت غير واجبة على المسافر فثوابها عظيم، وهي إن سقطت عن المسافر فلا تسقط عنه صلاة الظهر في السفر القصير أو السفر الطويل، وعليه أن يصلي قصرا أو جمعا إذا كان السفر طويلا كما هو مقرر في الفقه، والله أعلم. توجد بعض مؤسسات أو منشآت لا يدخلها أحد إلا بتصريح، والذين يصلون الجمعة فيها هم العاملون بها دون غيرهم إلا من يحمل تصريحا بالدخول، هل صلاة الجمعة تصح في هذه الأماكن الخاصة؟ الأئمة الثلاثة قالوا: تصح الجمعة في أي مكان يجتمع فيه العدد الذي تنعقد به الصلاة على اختلافهم في هذا العدد، سواء أكان هذا المسجد عاما لكل من يريد الصلاة فيه أم خاصا بجماعة معينة. والإمام أبو حنيفة هو الذي اشترط أن يكون المسجد عاما. جاء في فقه المذاهب الأربعة ما نص: الحنفية قالوا: لا يشترط في صحة الجمعة أن تكون في مسجد، إنما يشترط فيها الإذن العام من الإمام، فلو أقام الإمام الجمعة في داره بحاشيته وخدمه تصح مع الكراهة، ولكن بشرط أن يفتح أبوابها وأن يأذن للناس بالدخول فيها، ومثلها الحصن والقلعة، على أنه لا يضر إغلاق الحصن أو القلعة لخوفه من العدو، فتصح الصلاة فيها مع إغلاقها متى كان مأذونا للناس بالدخول فيها من قبل. وبناء على هذا تصح الجمعة في المعسكرات الخاصة والمؤسسات التي لا تسمح بدخولها إلا للعاملين بها، وذلك على رأي جمهور الفقهاء، والله أعلم. فضيلة الشيخ عطية صقر، هل صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ركعات بعد صلاة الجمعة أم لم يصلي؟ وما الحكم في صلاة النفل بعدها؟ صلاة النافلة بعد صلاة الجمعة لم يختلف في أنها مندوبة وراتبة للجمعة كراتبة الظهر، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا صلى أحدكم الجمعة فليصلي بعدها أربع ركعات، رواه مسلم. ولقول عبد الله بن عمر رضي الله عنهما: كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يصلي بعد الجمعة حتى ينصرف من المسجد إلى بيته فيصلي فيه ركعتين، رواه البخاري. وابن عمر كان إذا صلى في المسجد صلى أربعا، وإذا صلى في بيته صلى ركعتين، رواه أبو داود. يؤخذ من هذا أن صلاة النافلة بعد صلاة الجمعة مشروعة
ولا حرمة فيها، والله أعلم. وهل من الواجب قراءة سورة السجدة والإنسان في صلاة الصبح من كل يوم جمعة؟ من السنة أن يقرأ المصلي في الركعة الأولى من صلاة الصبح يوم الجمعة سورة ألف لام ميم السجدة، وفي الثانية هل أتى على الإنسان حين من الدهر. ومن السنة أن يسجد عند تلاوة الآية التي فيها السجدة، وهي إنما يؤمن بآياتنا الذين إذا ذكروا بها خروا سجدا وسبحوا بحمد ربهم وهم لا يستكبرون، وبعد السجود يقوم ليكمل القراءة والصلاة. وعند الإمام الشافعي لا يجوز أن يقرأ غيرها من آيات السجدة في صبح يوم الجمعة، وتبطل الصلاة إن قرأ عامدا عالما بالحكم، ولو قرأها في صبح